إذا ما نظرتم إلى ما هو موجود فهي بضائع قليلة جدا بالكاد تسد رمق جزء يسير من أطفالنا، حيث أن بعض المواد الغذائية التي تحتاج إلى طهي لا يمكن توفيرها وبيعها للناس بحكم عدم توفر المياه الصالحة للشرب، عدم توفر أدوات الطهي، عدم توفر الغاز ولا الكهرباء، حيث أننا نعيش في حالة تدمير شامل لكل البنى التحتية في بيوتنا، سواء التي نقيم فيها أو التي دمرت على رؤوسنا أو هجرنا منها، خاصة وأن الجزء الأكبر من أهلنا من وادي غزة إلى الشمال تم تهجيرهم إلى الجنوب تحت القصف والقتل والدمار والتهديد. أتحدث كتاجر، إن استمرار هذا الوضع يعني تحويل غزة إلى مقبرة جماعية. على هذا العالم أن يلتفت ولو لآخر مرة لعجائزنا، شيوخنا، أطفالنا، نسائنا، لمرضانا، لمستشفياتنا، ليس أكثر. في كثير أشياء نقصد، زي الطحين، أهم حاجة الطحين، يعني السيرج الرخيص اللي كان ممول الناس زي المصري مش موجود، موجود الغالي، المعلبات بشكل عام، الفول تقريبا يعني فيش فول نهائيا، علب اللحمة، الإشي البديل اللي هو ما كانش أصلا الناس ترغبه صارت الحين الناس تاخده لأنه ما فيش الإشي الموجود المنيح. عندك اللهم صل على النبي، العدس مش موجود، الفاصوليا شحيحة، الطحين زي ما قلنا لكم معدوم، ما فيش نهائي طحين، لا طحين قمح ولا طحين ابيض ولا طحين شعير. ما نريده هو وقف قتل الاطفال والابرياء الذين هم يموتون داخل بيوتهم وهم امنين. يجب على كل دول العالم ان تتحرك فورا لوقف هذه الجرائم من قتل وترويع الأطفال والنساء والشيوخ والركع الذين هم في داخل بيوتهم. بالنسبة للمساعدات هذا شيء عيني، شيء تافه، لا نريد من أي دولة عربية أو أجنبية إلا أن يقوموا بوقف هذا القصف العنيف على منازلنا وبيوتنا ونحن آمنين في داخل بيوتنا.